بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني، ولقاء هذا اليوم هو وقفات مع سورة الجمعة، وهي سورة مباركة مدنية تعد من السور المسبحات، ومعنى ذلك أنها افتتحت بالتسبيح، نظائر سورة الحشر والتغابن والصف، كما أن سورة الإسراء أيضا وإن كانت في الترتيب متقدمة جدا هي الأخرى، مبدوءة بقول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. الله تبارك وتعالى يسبح له الطير في وكره والحوت في بحره، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، بل إن الكافر الذي يمتنع أنفة وكبرا عن السجود لرب العالمين تسجد ظلاله لله جل وعلا كرها، كما قال الله جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هذه السورة المباركة، سورة الجمعة، افتتحت بتسبيح الله جل وعلا، والمعنى تنزيه الله عما لا يليق به، وجاء فيها ذكر بعض أسماء الله الحسنى: الملك القدوس العزيز الحكيم. وقد مر معنا أن ملك الله جل وعلا ملك مطلق، وإن كان الله جل وعلا أخبر أنه يؤتي ملكه من يشاء، لكن ملوك الدنيا إنما يملكون ملكا صوريا لا يلبث أن ينزع منهم أو هم ينزعون منه بالموت. وغير ذلك من الأسماء الحسنى مر معنا كثيرا التذكير بها وإظهار معانيها. ثم قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالله تبارك وتعالى هو الذي امتن على هذه الأمة بأن بعث فيها هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يتحقق ما جاء في السنة أنه عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم. ومعلوم أن الخليل إبراهيم لما رفع القواعد من البيت مع ابنه إسماعيل دعوا الله جل وعلا، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم. فقول الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين، إنما هو استجابة لدعوة الخليل عليه السلام. والأميون جمع أمي، والصواب أنها تطلق على العرب لأنهم أمة لا كتاب لهم. ومن الأدلة على أن الكلمة الأميين تطلق على من لا كتاب لهم أن الله جل وعلا قال لنبيه: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فأصبح الخطاب هنا إلى فئتين: أهل الكتاب والأميون، على الرفع على النعت المنفصل. فنقول هنا أيها المباركون إن العرب أمة أمية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنهم ليسوا أهل كتاب من قبل. قال الله جل وعلا: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فهذا من الدلائل على أن كلمة الأمية أعظم ما تصرف إليه على أنها أمة لم تؤت كتابا من قبل. ومن القرائن على هذا أن نصارى تغلب، ورغم أن تغلب قبيلة عربية قطع باتفاق أهل النسب من عدنان، ومع ذلك لم يكن لتغلب أي ولادة للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلكم أن أهل النسب يقولون إنه ما من بيت من العرب إلا ويدلي بشيء في ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تغلب. وما ذاك إلا لأن تغلب نصارى، والنصارى أهل كتاب، والله جل وعلا يقول: هو الذي بعث في الأميين. وهذا لا ينطبق على تغلب لأنهم نصارى أهل كتاب وإن كانوا عربا في الأصل. وهذا احتراز مهم جدا نبه إليه بعض أهل العلم من قبلنا رحمة الله تعالى عليهم أحياء وأمواتا. فتغلب قبيلة عربية لكنها كانت تدين بالنصارى في أكثرها، فعلى هذا لم تحظ تغلب بأن تكون ممن ولد رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن تغلب كما نعلم الأخطل الشاعر الأموي المعروف، وقد بقي نصرانيا حتى زمن عبد الملك بن مروان ومات على النصرانية. وهذا يدل على أن الإسلام في تغلب لم يكن فاشيا بالكلية، وبقي بعض أهل تغلب
يدين بالنصرانية كما كان الأخطل، وقد كان الأخطل يدخل على عبد الملك ويغدو ويروح، لأنه كان يعد آنذاك شاعر بني أمية، حتى ورد أنه كان كثير السكر، فقال له عبد الملك بن مروان: صف لي السكر. فقال: يا أمير المؤمنين، أوله لذة وآخره صداع، وبين ذلك مبلغ لا أستطيع أن أصفه لأمير المؤمنين. فأصر عليه عبد الملك أن يجيبه، وألح عليه في الطلب، فقال: يا أمير المؤمنين، والله لملكك هذا أهون علي من شسع علي، أي إذا وصلت إلى تلك الدرجة من السكر عياذا بالله. ثم خرج وهو يقول: إذا ما نديمي علني ثم علني، ثلاث زجاجات لهن هدير، خرجت أجر الذيل تيها كأنني عليك أمير المؤمنين أمير. فقوله عليك أمير المؤمنين أمير، المعنى عليك أمير يا أمير المؤمنين. فأمير المؤمنين التي جاءت في الوسط ما بين عليك وما بين أمير الأخيرة، إنما هي نداء منادى لحرف نداء محذوف، والتقدير عليك يا أمير المؤمنين أمير، لكنها حذفت لأن الشعر ينكسر البيت لو زيد فيه هذا الحرف. والمقصود ذكر نصارى تغلب. قال الله جل وعلا: هنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وهذا يدل على أن القرآن هو السبب العظيم الذي رفع الله جل وعلا به هذه الأمة. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. ومن جلائل قدرة الله أن هذا النبي الخاتم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ومع ذلك فإن كل العلماء إنما هم تلاميذ في مدرسته صلوات الله وسلامه عليه. وما أجمل شوقي حين استل هذا المعنى فقال: يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء، يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والحظ أن الله يقول هو الذي بعث في الأميين، أي خرج النبي من العرب، ولم يقل هو الذي بعث إلى الأميين، لأن المعنى يختلف. فلو قال هو الذي بعث إلى الأميين لربما فهم منها الحصر، لكن قوله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين أي بعثه منهم وفيهم ولهم، لكنه ليس محصورا عليهم، بل وصلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا للخلق كافة، جنا وإنسا، عربا وعجما، فهو من ختم الله به النبوات وأتم الله به الرسالات صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الزكاء الطهر، النقاء، السمو بالنفس إلى معالي الأمور، وهذا لا يكون إلا بالقرآن ولا يكون إلا بالسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهذا نظير ما حررناه آنفا. وإن كانوا من قبل، أي من قبل أن يبعث إليهم ذلكم النبي، وإنما جاءت بالضم لأن الإضافة هنا منقطعة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأي ضلال أعظم وأبعد من عبادة الأوثان والخضوع للأصنام والاعتصام بها من دون الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. من يدخل في هذا المعنى في قول الله جل وعلا وآخرين؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها. ذلكم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره أنه سئل عن هذا ثلاثا، ثم قال في الثالثة لمن سأله، وقد وضع صلى الله عليه وسلم يده على كتف سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: لو كان هناك علم معلقا بين السماء والأرض أو في الثريا على بعض الروايات لناله رجل من هؤلاء، أي من أهل فارس، كما جاء منصوصا عليه في بعض الروايات. فعلى هذا كله جمعا ما بين هذا ما بين أقوال المفسرين ما بين أصل الكتاب وما بين قرينة السنة، أن يقال إن قول الله جل وعلا وآخرين منهم أي غير الصحابة لما يلحقوا بهم أي جاءوا من بعدهم، وهذا يدخل فيه كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه أهل فارس دخولا أوليا، ويدخل فيه أهل فارس دخولا أوليا للحديث سلمان الفارسي المذكور. قال الله جل وعلا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فهذا بيان للفضل الذي أتاه الله جل وعلا من يشاء، ولهذا قال الله جل وعلا بعدها: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. على ماذا يعود قول الله جل وعلا ذلك؟ الصواب أنه يعود على أمرين. يعود أولا
على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا فضله وأكرمه وختم به النبوة وأرسله بشيرا ونذيرا إلى الثقلين، ثم يعود لكل من تبعه صلى الله عليه وسلم وآمن به. فإن من قذف الله جل وعلا في قلبه رحيق الإيمان ودله على الرحيم الرحمن وجعله متبعا لسيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، فهذا من إكرام الله لذلكم العبد. وكثيرا ما نردد ولازلنا نقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بيخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهو حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر هؤلاء الرهط المباركين وذكر فضله العظيم، قال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا مثل فيه معنى قريب وفيه معنى بعيد. فأما المعنى القريب الذي يعرفه أهل الصناعة البلاغية فالمقصود قضية عدم الانتفاع، فإن الله جل وعلا شبه علماء اليهود بالدابة الحمار وشبه التوراة بالأسفار التي على ظهر تلك الدابة، ووجه الشبه هو عدم الانتفاع. فكما أن تلك الدابة لا تنتفع بما عليها من كتب، فكذلك علماء بني إسرائيل لم ينتفعوا بما أتاهم الله جل وعلا من التوراة والعلم. وأعظم عدم انتفاع لهم أن في التوراة ما يدل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمنوا برسولنا صلوات الله وسلامه عليه، إضافة إلى ما قد كان سبق منهم من تحريف الدين وقتلهم الأنبياء وغير ذلك من أكلهم أموال الناس بالباطل. وما كان من اليهود عياذا بالله مما لم يعملوا في التوراة به. على هذا المعنى القريب. إذن ما المعنى البعيد؟ المعنى البعيد أن يدرك أن الله جل وعلا اختار بني إسرائيل في حقبة من الدهر وفضلهم وملكهم زمام قيادة العالم روحية. قال الله جل وعلا: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، لأن الله وعد الخليل إبراهيم بأن الإمامة في الدين تكون في ذريته. قال الله جل وعلا عنه: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين. والمعنى: من ظلم وكفر من ذريتك لا يناله شيء، أما من آمن فيناله. وقد كانت قيادة العالم روحيا بيد بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل هم أولاد يعقوب، ويعقوب ابن لإسحاق، وإسحاق ابن لخليل الله إبراهيم. ولم يكن لولد إسماعيل حظ في هذا الشأن وهذا الباب. فلما وقع من اليهود ما وقع من قتلهم الأنبياء وسفكهم الدماء وقولهم قلوبنا غلف، وما حرره الله جل وعلا في سورة النساء وفي غيرها من الصور، أخذ منهم تلك القيادة وسلبت منهم تلك العطية ونزعت منهم تلك الريادة، فأوتيت لذرية إسماعيل في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم وأتباعه. إذن المقصود من قول الله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة، المعنى القريب هو عدم الانتفاع، وهو ما يفهمه الكثير من العلماء وما دونه المفسرون. لكن المعنى البعيد الخفي فهو أن يأسوا من بني إسرائيل، اليأس من بني إسرائيل. كما أن هذه الدابة ميؤوس أن تفقه الشيء الذي على ظهرها، فبنو إسرائيل علماؤهم ما قدموه في التعامل مع التوراة جعل الأمر فيهم ميؤوسا أن يصلوا مرة أخرى إلى نطاق العلم. أما الإيمان أفرادا منهم فهذا مسألة أخرى، فقد يكون يهوديا ثم يقبل على الإيمان ويسلم، وليس هذا المقام مقام الحديث في هذا الشأن. لكن الحديث في قيادة العالم روحيا دينيا وإرشادهم إلى ربهم تبارك وتعالى، ليس الحديث عن حالات الأفراد. فالمقصود من هذا كله أن المراد أن الأمر ما نزع منهم وأعطي لبني إسماعيل إلا لما كان منهم ما قد وقع، فأصبح الأمر ميؤوسا منه. لكن هذا فيما يظهر للناس، أما عند الله جل وعلا فالله قد علم ذلك أزلا. فكل شيء في القرآن فيه ليعلم المعنى ليظهر علم الله، المعنى ليظهر علم الله. قال الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذا دلالة على أنهم مذمومون، لأن بئس فعل ماض جامد يفيد الذم. فلما نقول فعل خرج الاسم والحرف،
ولما نقول ماض خرج المضارع والأمر، ولما نقول جامد خرج الفعل المتصرف الذي يأتي على أحوال ثلاث. فلما نقول جامد أي لا يأتي منه إلا صيغة واحدة، أي يبقى على هيئة واحدة. لما نقول يفيد الذم خرج ما يفيد المدح، وهو نعمة. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال الله جل وعلا: قل يا أيها الذين هادوا. كلمة هادوا جاءت أنهم بعد عبادتهم للعجل تابوا إلى ربهم، كما أخبر الله عنهم: إنا هدنا إليك، فأضحت لقبا عليهم. وقد مر معنا أن اليهود تطلق ويراد بها النسب، وتطلق ويراد بها الملة والطريقة والهدي الذي كانوا عليه، سواء كان حقا أو باطلا. قال الله جل وعلا هنا: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ذلك أنه من يعلم أنه ولي لله حقا، وأن الله جل وعلا يحبه، وأنهم كما يزعمون أبناء الله وأحباؤه، فإن قدومهم على الآخرة إنما سيكون على هذا الزعم قدوم كرامة، لأن الله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. فما دام تقولون أن هذه منزلتكم عند الله وتلك الحظوة لكم، فعلام تخشون الموت وأنتم مقبلون على من سيكرمكم حسب دعواكم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. واختلف العلماء في معنى قول الله جل وعلا فتمنوا الموت على قولين شهيرين. قول قال به الجماهير من العلماء من السلف والخلف، وهو ظاهر القرآن وهو الراجح جدا، والمعنى أن الآية على ظاهرها: تمنوا الموت الأمنية المعروفة، أي قولوا ليتنا نموت عاجلا. وقال بعض العلماء، وينسب هذا إلى الحبر بن عباس، ولا أظن صحة السند إليه تصح، قالوا المعنى إلى المباهلة، فتمنوا الموت أي دعاهم إلى المباهلة، لكن هذا بعيد بدلالة قول الله جل وعلا بعدها: ولا يتمنونه أبدا. وهذه لا نافية وليست ناهية، مما يدل على أن الجملة التي قبلها خبرية غير إنشائية، على أن الجملة التي قبلها خبرية غير إنشائية. فقال الله جل وعلا هنا: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم تزعمون أن لكم عند الله جل وعلا الحظوة والمنزلة العظيمة، فتمنوا الموت وتخلصوا من هذه الدنيا التي هي في الأصل دار شقاء، وأقبلوا على رب الأرض والسماء. لكن الله قال بعدها: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. فالباء هنا سببية، أي يعلمون ما أجرموه من أعمال سيئة، ويعلمون كفرهم وعنادهم وبعدهم عن الله جل وعلا، وهذا وحده كاف في أن لا يتمنوا الموت، لأنهم يعلمون يقينا إلى ما سيصيرون إليه عياذا بالله. قال الله جل وعلا: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. وهذا يرشدنا نحن جميعا إلى أن الإنسان يتقي الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا، ويعلم أن الإنسان كلما عظمت الصالحات منه وخلص قلبه لله تبارك وتعالى وصدقت سريرته، فإنه يصبح تمنيه للقاء الله أعظم. أما إن كان العبد مسرفا على نفسه في الشهوات، غارقا في المعاصي، أقد أهلك نفسه بالبعد عن الله جل وعلا، فهذا قطعا لا يكون لديه في قلبه شوق إلى الله جل وعلا، لأنه يعلم إلى أي شيء ينقلب وعلى أي شيء سيفد. قال الله جل وعلا: فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهذا فيه تذكير عظيم للمؤمنين، وإن كان المخاطب بالآية والمراد هم كفار يهود. قال الله جل وعلا: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. بعد ذلك أخبر الله جل وعلا أن عدم تمنيكم للموت لا يعني أنكم ستنجون منه. فقال ربنا تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وهذا لهم ولغيرهم، عليهم وعلى من سواهم. قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. والمعنى: وإن كانت لكم أعمال سيئة وسرائر لا ترقى لأن يقابل الله جل وعلا بها، إلا أن ذلك لا يعني أنكم في عفو من الموت، في حل من الموت، هذا محال. فالموت حق أذل الله به الجبابرة والقياصرة والأكاسرة، ولا بد من المصير إلى الله جل وعلا: إن إلى ربك الرجعى. وهذه من أعظم آيات الوعيد في القرآن. فقال الله جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ثم أخبر جل وعلا بعد ذلك أنهم سيرجعون إلى عالم الغيب والشهادة، إلى من يعلم السرائر والعلانية،
إلى من القلوب له مفضية والسر عنده علانية، وأنه جل وعلا سيوفيهم الحساب وسيجزيهم كل بما عمل، وهذا دلت عليه آيات كثيرة في القرآن، بل هو مما يعلم من دين الله جل وعلا بالضرورة. كل ما سلف كان يتحدث عن اليهود، ويظهر أن هذا كان قبل أن ينتقل اليهود من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ذلك أدعى في إقامة الحجة عليهم. ثم جاءت أواخر هذه السورة المباركة تتحدث عن يوم الجمعة، ويوم الجمعة أخبر الله جل وعلا به أهل الكتاب من قبلنا، فاليهود ظنته السبت، والنصارى زعمت أنه الأحد، وهدى الله جل وعلا هذه الأمة إليه. فالنصارى نظروا إلى اليوم الذي بدأ الله جل وعلا فيه الخلق فجعلوه ذلكم اليوم، واليهود نظروا إلى السبت وجدوا أنه يتبع اليوم الذي فرغ الله جل وعلا فيه من الخلق. ولما كان اجتماع الخلق في يوم الجمعة، خلق آدم فاجتمع الخلق فيه كله، قبل ذلك قد خلق الله جل وعلا السماوات والأرض، هدى الله جل وعلا هذه الأمة إليه، قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون أي زمنا، السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا لما ذكر كيف أن ضل اليهود والنصارى عنه. وهذا اليوم العظيم كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، وأول من جمع في المسلمين قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسعد بن زرارة، أحد النقباء الشرفاء الأجلاء رضوان الله تعالى عليه. ولهذا كعب بن مالك رضي الله عنه لما كبر كف بصره، فأضحى ابنه عبد الله يقوده، فكان عبد الله يحدث أن أبي كلما سمع أذان الجمعة قال: رحم الله أبا أمامة، غفر الله لأبي أمامة، وأبو أمامة هو أسعد بن زرارة. فتكرر ذلك منه كثيرا، فسأله ابنه عبد الله: يا أبتي، أراك إذا سمعت المؤذن يوم الجمعة ترحمت على أبي أمامة؟ قال: يا بني، إنه أول من جمع بنا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وفي هذا منقبة عظيمة لأسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الصحابي الجليل هو أول من دفن في البقيع من الأنصار، وقد أصابته الذبحة، ورد في الآثار ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كواه في رقبته، أي في رقبة أسعد، ثم إنه لم يكتب له أن ينجو بقدر الله، ومات ودفن في البقيع كما حررنا. هذا النقيب من نقباء الأنصار، جاءت الأنصار أهل بيته إلى النبي عليه السلام بعد وفاته، قال: ما تريدون؟ قالوا: مات أسعد يا رسول الله. قال: أعلم. قالوا: اجعل لنا نقيبا. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا نقيبكم. وفي هذا منقبة من وجهين، كأنه يقول: ليس فيكم من يعدل أسعد بن زرارة. وفيه إكرام لأسعد أن حل النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، وتشريفا لأهله، وإكراما لمن وراءه من قومه، وهذا مما كان عليه الصلاة والسلام عليه من كريم السجايا وجميل الصفات. أسعد هذا رضي الله عنه وأرضاه أول من جمع بالمسلمين قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ثم لما قدم عليه الصلاة والسلام صلى بهم أول جمعة وافقت قدومه المدينة، غير بعيد عن مسجد قباء على الشمال منه. ثم لم تكن الجمعة تقام في المدينة إلا في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك أقيمت ثاني جمعة في الإسلام في مسجد يقال له جواثة في الأحساء من المملكة العربية السعودية حاليا. ثم بعد ذلك، بعد الفتوحات، انتشرت الجمعة في كل مكان كما هو ظاهر، وهي شعيرة من أعظم شعائر الدين، ويختص يوم الجمعة ببعض الأعمال والسنن، من أشهرها وأعظمها وأجلها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم تبلغني. فكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. يسن للإمام بصلاة الفجر أن يقرأ
بألف لام ميم السجدة وصورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ ورد في آثار يقوي بعضها بعض أنه يسن قراءة سورة الكهف، فهذه هي أعمال يضاف إليها ما يكون من الاغتسال والتطيب قبل شهود هذه الشعيرة العظيمة يوم الجمعة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء كرامة لا نداء علامة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الأذان شعيرة من أعظم شعائر الدين، ويظهر أنه من خصائص هذه الأمة: كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. المراد أن الأذان من شعائر هذا الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اغفر للمؤذنين، اللهم اغفر للمؤذنين. ونقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: لولا الخلافة لأذنت، لولا الخلافة لأذنت. فهو شعيرة عظمى، ويسن إجابة المؤذن. فقول الله جل وعلا هنا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ولا ريب أنه ينادى في يوم الجمعة للصلوات كلها، للفجر والعصر والمغرب والعشاء، لكن المراد هنا في الآية هو صلاة الجمعة نفسها. إذا نودي للصلاة أي صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقول الله جل وعلا وذروا البيع فعل أمر، فعلى هذا إن المعاملات تبطل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فلو أن بيعا عقد فالبيع باطل، لأن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد. بما تدرك الجمعة؟ هذه مسألة فقهية. قال بعض أهل العلم: إن صلاة الجمعة لا تدرك إلا إذا شهد المصلي شيئا من الخطبة، وهذا قول ابن حزم، ولا يوافقه الكثير من العلماء على هذا، ولا أعلم دليلا يثبت سندا لصحة قوله. القول الآخر قول جماهير العلماء من السلف والخلف أن الجمعة تدرك إذا أدرك المصلي ركعة من صلاة الجمعة، والمعنى أدرك الركوع الثاني فما قبله، أدرك الركوع الثاني فما قبله. فإذا لم يكن الإمام قد رفع من الركوع الثاني في صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة تدرك، هذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف. أما لو أنه أدرك الإمام مثلا ما هو ساجد بصلاة الجمعة في الركعة الثانية، فعلى هذا القول قول الجمهور يصبح ذلكم المصلي لم يدرك صلاة الجمعة، فيلزمه إذا فرغ الإمام من الصلاة وسلم أن يأتي بأربع ركعات، لأنه سيصليها ظهرا لا جمعة، سيصليها ظهرا لا جمعة. القول الثالث قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو أن الإنسان يدرك الجمعة إذا أدرك أي شيء من الإمام مع الإمام قبل أن يسلم، إذا أدرك أي شيء من الصلاة مع الإمام قبل أن يسلم. حتى قال رحمه الله: لو أن المأموم الذي جاء يشهد الجمعة أدرك مع الإمام سجود السهو لصح أنه أدرك صلاة الجمعة. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذا القول قول أبي حنيفة هو أرجح الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا، والرجل الذي خرج يريد صلاة الجمعة، وقد أدرك الإمام وهو يصلي فلم يفرغ الناس من الصلاة بعد. فعلى هذا القول متوجه عندنا والعلم عند الله إلى الأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله في أن الجمعة تدرك ما لم يفرغ الإمام من الصلاة ويسلم تسليما نهائيا، فلو أدرك حتى سجود السهو لصح أنه ذلكم المأموم أدرك صلاة الجمعة. هذا يكون فيما تدرك فيه صلاة الجمعة من المسألة الفقهية. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله، يقع ذكر الله في الصلاة في حالين: في الخطبة وفي الصلاة نفسها، لأن الله قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله في الصلاة أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر، وهذا في حق كل صلاة، ويتأكد في حق صلاة الجمعة لأنه يسبقها ذكر. والمقصود أن المؤمن يقبل بقلبه على الله في تلك الشعيرة العظيمة،
كما أنه يقع على الأئمة والخطباء أن يتقوا الله جل وعلا في من أجلسهم الله جل وعلا بين أيديهم، فيكون المراد من الجمعة إجلال الله تبارك وتعالى وتعظيمه في القلوب والتذكير بالآخرة وحث الناس على الحياء من الله والإقبال عليه. أما أن يكون موضوع الجمعة منشغلا بالأحداث السياسية وغيرها مما لا علاقة لعامة الناس به، فهذا في ظني بعيد جدا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذه الخطابات لها مواطنها، لها أماكنها، لها من يفهمها ويعيها. أما عامة المسلمين فإنما حضروا للذكر، والله جل وعلا يقول فاسعوا إلى ذكر الله وليس إلى شيء آخر. والله جل وعلا يتعبد بالشرائع لا بالوقائع، يتعبد بالشرائع لا بالوقائع. ولا نحفظ شيئا من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم في أمور تتعلق بالدول وغيرها في خطبة الجمعة، وإنما هذا الشأن يبحث في مواطنه في أماكنه، وله أهله الذين يقدرون على حمله. أما أن يؤتى لعامة المسلمين ممن لا طريق لهم إلى معرفة الله إلا خطبة الجمعة، يقضون شطر عمرهم في النصب والكد والبحث عن القوت والرزق، فهو لا يجد مقاما يذكر الله جل وعلا فيه ويسمع ما يقربه إلى الله ويدنيه منه إلا في يوم الجمعة. فإن أملينا عليهم ما لا يعنيهم وشغلناهم بما لا ينفعهم وكلفناهم ما لا يطيقون فلم نفقه لما وضعت المنابر ولما جيء بها ولما شرع ذكر الله جل وعلا في يوم الجمعة. جعلني الله وإياكم من الذاكرين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.